بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هنكمل إن شاء الله مع بعض منهج الرياضيات للصف الخامس الابتدائي، المنهج السعودي، الفصل الدراسي الأول. معاكم ناصر سالم من أكاديمية قلم للتعليم والتدريب. ما زلنا شغالين في الفصل الثاني، فصل الجمع والطرح، والنهاردة إن شاء الله هناخد الدرس الأول. الدرس الأول بيتحدث عن تقريب الأعداد والكسور العشرية. تقريب الأعداد اللي هو عملية التقدير، تقريب الأعداد لما كنت بقرب كنت بقرب إلى أقرب عشرة، أو إلى أقرب مئة، أو إلى أقرب ألف. وهنا في الكسور هيبقى عندي إلى أقرب جزء من عشرة، إلى أقرب جزء من مئة، إلى أقرب جزء من ألف، وهكذا. يبقى دي بنسميها عملية التقريب. فكرة الدرس بيقول يقرب الأعداد والكسور العشرية. المفردات عملية التقريب، إيه هي عملية التقريب؟ هي تقدير للقيمة، يعني إن أنا أجيب العدد ده أقدره إلى قيمة أقرب إلى القيمة الحقيقية أو القيمة الدقيقة. خلينا نبدأ كده على بركة الله. استعد. بيقول اكتشف العلماء فصيلة جديدة من جراد البحر يبلغ طوله 14 سنتي وتسعة من عشرة، وذلك على عمق 2278 مترا جنوب المحيط الهادي. وقد وصفت أمل جراد البحر هذا وقالت إن طوله 15 سنتي تقريبا. أول ما تسمع كلمة تقريبا دي يبقى أنا عامل عملية تقدير. عملية التقدير دي بتتم إزاي؟ بتتم عن طريق التقريب، بتتم عن طريق التقريب. يبقى التقدير دي عملية ايه؟ عملية يعني ذهنية، انما العملية الرياضية اللي بتؤدي الى التقدير هي التقريب. وانه اكتشف على عمق 2300 متر تقريبا. يبقى 15 سنتي دي تقريب لمين؟ تقريب لطول الجرادة. تقريب ازاي؟ بقرب الى اقرب احاد. لو عندي بقى كسور عشرية اقدر اقرب الى اقرب احاد. بشوف العدد بعد الكسر، تسعة هيخلي الاربعة تصبح 15. طيب والالفين وتلتمية ده تقريب لاقرب احاد، عشرات مئات لاقرب مئة. اشوف اللي قبله كريم ولا بخيل. كريم هيصبح دي 3300 متر تقريبا. يبقى المقصود بتقريب العدد هو إيجاد قيمة قريبة منه، ويمكن تقريب الأعداد والكسور العشرية. خلينا ناخد مثال كده حتى تتضح الصورة. بيقول تبلغ مساحة الكويت، عايزين نقرأ الرقم ده، يبقى 17818 كيلو متر مربع. قرب العدد 17818 إلى أقرب 1000. 17818 عايزين نقرب إلى أقرب 1000. عشان أقرب أدي أحاد، عشرات، مئات، ألوف. أحط تحت المنزلة اللي هقرب إليها شرطة. الخطوة الثانية بشوف العدد الذي قبله بينتمي إلى مجموعتين، إما المجموعة 0 و1 و2 و3 و4، أو المجموعة 5 6 7 8 9. بسمي هذه المجموعة مجموعة الأعداد الكريمة، وسمي هذه المجموعة مجموعة الأعداد البخيلة. فلو كان العدد كريم بيتم تزويد المنزلة اللي بقرب إليها واحد، وكل الأعداد التي قبله تصبح أصفار، وكل الأعداد التي بعده تنزل كما هي. طيب لو كان عدد بخيل يصبح العدد كما هو، وما قبله أصفار وما بعده ينزل كما هو. أنا لاقي العدد 8 كريم، ينتمي المجموعة الكريمة، يصبح العدد ده 8. الواحد ما بعده ينزل كما هو، وما قبله يصبح أصفار. يعني يصبح كام التقريب؟ 18000 تقريبا. رمز التقريب بيبقى بهذه الصورة، ده رمز التقريب. يبقى أنا بقول إيه؟ 17818 تساوي تقريبا 18000.
يبقى هي أقرب لمين؟ ل 17,000 ولا ل 18,000؟ يبقى تقربت إلى 18,000. فهمنا كده عملية التقريب؟ تمام جدا جدا. عند تقريب الكسور العشرية عين المنزلة التي يراد التقريب إليها، ثم حدد ما إذا كان العدد الأصلي أقرب إلى تلك المنزلة أم إلى المنزلة الأعلى. خلينا ناخد مثال عشان يوضح لنا الصورة دي. قول لي قرب العدد 46 و73 من 100 إلى أقرب جزء من 10. ده أقرب جزء من 10 أهو، اللي هي السبعة. بشوف العدد الذي بعده، العدد الذي بعده بخيل، بلغيه خلاص بقى. يبقى أنا ما بحتاجش إن أنا أحط أصفار، لأن الأصفار على اليمين ليست لها قيمة. يبقى أقول تقريبا يساوي 46.7. يبقى هو أقرب إلى 46.7 وليس إلى 46.8. طيب ناخد مثال آخر. بيقول لي قرب كل عدد مما يأتي إلى المنزلة التي تحت خط، تحت خط. يبقى شوف اللي قبله على طول، اللي قبله بخيل هتصبح 40. هنا اللي قبله، اللي قبله كريم، يبقى الثمانية بتنزل كما هي، الثلاثة وصفرين اللي قبله بخيل. هنا الخمسة اللي قبله كريم تصبح 6، ونضع الثلاث أصفار. طيب رقم 4 التسعة اللي قبله كريم، يبقى التسعة دي هتزداد لواحد هتصبح 10. فمعناته ايه؟ معناته انه يصبح التسعة محلها صفر، والستة محلها صفر، والواحد ده يضاف على القيمة للعمود التالي اللي هو الصفر، هيصبح 1 1 و0 يعني 1100. ناخد مثال آخر. بيقول لي قرب كل عدد ما مما يأتي إلى المنزلة المشار إليها، إلى منزلة الآحاد. أدي الآحاد هو ده اللي هو الثمانية. أقدر دلوقتي أقرب إلى منزلة الآحاد لأن في أعداد هنا. أشوف اللي قبله، اللي قبله 6 كريمة تصبح الثمانية دي 9، يصبح 29، والغي الكل خلاص، يصبح عدد صحيح تماما. إلى أجزاء من 10، أدي جزء من 10 اللي هو الثلاثة. شوف اللي قبله، اللي قبله كريمة يصبح الإيه؟ يصبح العدد 4، يبقى 4 و4 من 10. محدش يقول لي أحط صفر بقى، لأن صفر ليس له قيمة على يمين الكسور العشرية. أجزاء المئة، ده جزء 10 جزء 100، أدي الجزء المئة اللي هو السبعة. شوف اللي قبله كريمة يصبح 8، يبقى 8 من 100، و110 تنزل كما هي. واللي تبلغ مساحة صحراء النفوذ الواقعة في المنطقة الشمالية من المملكة العربية السعودية 56 و32 من 100 كيلو متر مربع. ما مساحة هذه الصحراء مقربا إلى أقرب جزء من 10؟ يبقى 56 و32 من 100، عايز أقرب إلى أقرب جزء من 10 اللي هو الثلاثة. شوف اللي قبله، اللي قبله بخيل، يبقى تقريبا هتصبح 56.3 كيلو متر مربع. ما تنساش برضو كيلو متر مربع. طيب ناخد مثال آخر. بيقول لي تحدث اشرح كيف تقرب العدد 74 و685 من 1000 إلى أقرب جزء من 100. يبقى 74 و685 من 1000 إلى أقرب جزء من 100، جزء من 10 جزء من 100 اللي هو الثمانية. يبقى دول له ايه؟ نضع شرطة تحت الثمانية. انا بتكلم، اتكلم مع المعلم يعني، نضع شرطة تحت الثمانية ثم ننظر للعدد الذي قبله، عدد كريم او بخيل. العدد كريم يزداد المنزلة واحد هتصبح 9 6.74، يبقى 74.69. ولقرب كل عدد مما يأتي إلى المنزلة التي تحتها خط، منزلة العشرات اللي قبله كريمة يصبح 20، منزلة العشرات اللي قبله بخيلة يصبح 680. بنزل الايه؟ بنزل العدد وما أمامه أصفار في الأعداد الصحيحة. أحد عشرات مئات لأقرب مئة، اللي قبله بخيلة يبقى 700، 7 تنزل كما هي وما قبله أصفار. 13 الأقرب 1000، 11 مئات ألوف، 3 اللي قبله كريمة يصبح 3 4، وما بعد وما عن يمينه بضع أصفر، كل رقم بحط محله صفر، يبقى 4000. طيب هنا 11 مئات اللي قبله كريم، يبقى دي هتصبح هي 10، يبقى الصفر التسعة محلها صفر وما قبله أصفار، يبقى 3 أصفار.
والستة هيزيد لها الواحد بتاع العشرة تصبح سبعة، والعشرة تنزل كما هي. هنا أحد عشرات مئات اللي قبله كريم يبقى تمانية صفرين والخمسة كما هي. أحد عشرات مئات ألوف اللي قبله كريمة تصبح خمسة وثلاث أصفار والاثنين كما هي. هنا أحد عشرات مئات ألوف عشرات الألوف يبقى تسعة، دي التسعة دي اللي قبله كريم يبقى ستة تسعة ونضع أربع أصفار. واللي يقرب كل كسر كسر عشرين مما يأتي إلى المنزلة المشار إليها جزء من عشرة، جزء من عشرة اللي هو الواحد اللي قبله كريمة يصبح اثنين والثمانية يبقى ثمانية واثنين من عشرة. جزء من مئة هنا جزء من عشرة، وده جزء من مئة اللي هو الخمسة اللي قبله بخيل يبقى خمسة من مئة والصفر ينزل. منزلة الآحاد، الآحاد اللي هي السبعة، شوف اللي قبله، اللي قبله بخيل هتصبح كام؟ 67 وخلاص ما حطش حاجة تاني. طالما بيقرب لمنزلة الآحاد يبقى عايز الأعداد الصحيحة وبلغي الأعداد الكسرية. منزلة الآحاد اللي هي الستة اللي قبله كريمة يصبح سبعة، يعني 37. جزء من عشرة اللي هي التلاتة اللي قبله بخيل يبقى تلاتة وأربعة، يبقى أربعة وتلاتة من عشرة. جزء من مئة، جزء من عشرة، جزء من مئة اللي هو الصفر، التسعة كريم يبقى ده تصبح واحد من مئة والسبعة وخمسين تنزل. واللي بلغت مسافة أحد سباقات الدراجات الهوائية 3374 مترا، قرب هذه المسافة إلى أقرب 100 متر، يبقى تلاتة تلاتة سبعة أربعة، عايزين نقرب إلى أقرب مئة، أحد عشرات مئات، حط تحت المئات التلاتة شرطة، اللي قبله كريمة تصبح أربعة صفرين وثلاثة مترا، يبقى تقريبا، يبقى أنت هتقول له يا إما تحط له العلامة ديت أو تقول له مترا تقريبا. معايا كده؟ بس يفضل تحط العلامة أفضل. واللي كتلة الفيل الأفريقي ما بين أربعة وأربعة من عشرة أطنان وسبعة وسبعة من عشرة أطنان، قرب أقل كتلة وأكبر كتلة إلى أقرب طن، يبقى أنا عايز أقرب طن يعني أحد الأطنان. معايا كده؟ يبقى الكتلة الأقل، الكتلة الأقل دي بتساوي كام؟ أربعة وأربعة من عشرة لأقرب طن اللي هو الأقرب أحد. اللي قبله بخيل يعني تقريبا يبقى أربعة طن. الكتلة الأكبر اللي هي سبعة وسبعة من عشرة الأقرب طن السبعة، اللي قبله كريمة يصبح تقريبا إيه؟ تمانية طن، هيصبح تقريبا تمانية طن. يبين الشكل المجاور وزن شخص على كل من الكواكب التالية: المشتري والمريخ والقمر. قرب الوزن على القمر والمشتري والمريخ إلى المنزلة المشار إليها. القمر جزء من عشرة، أدي القمر، القمر كام؟ القمر خلينا نقول 26 أيًا، القمر 69 و66 من 100، عايز لأقرب جزء من عشرة الستة اللي قبله كريمة يصبح 67 69 و7 من عشرة. 27 المشتري، المشتري الأقرب 100، وزنه كام؟ صفر ستة خمسة وتسعة تلاتة، الأقرب مئة أحد عشرات مئات اللي هو الصفر اللي قبله كريم هيصبح 11، يبقى 11 وننزل صفرين على طول يبقى 1100. خلينا نكتب ال 28 هنا، ال 28 المريخ، العشرات المريخ عبارة عن ايه؟ 12 و9 5 1، عايز أقرأ لأقرب 10، أحد عشرات الخمسة اللي قبله كريمة يصبح ستة، يبقى ستة واحد، نكتبها هنا معلش، ستة واحد صفر، والكسور العشرية كلها بتبقى أصفار، اللي على اليمين كله بيبقى أصفار، يبقى 160. المريخ اللي هنكتب هنا 28، المريخ كام؟ جزء من عشرة، المريخ 12 وتسعة خمسة واحد، عايز لأقرب جزء من عشرة الواحد اللي قبله بخيل يصبح واحد من عشرة، تسعة خمسة واحد. ناخد مثال آخر، بيقول يكتب عددين مختلفين عند تقريبهما إلى أقرب جزء من عشرة تحصل على العدد 18 18 و3 من عشرة. أنا عايز عددين، أدي العدد الأول وأدي العدد الثاني، أقربهم يصبح ليه؟ يصبح 3 من عشرة، يصبح 3 من عشرة. يبقى أنا ممكن أقول إيه؟ أقول مثلا 26 من 118،
لو انا قربت الاقرب جزء من 10 اللي بعده بقى كريم يصبح دي 3، يبقى انا قربت الى الثلاثة. او لو انا هاخد الثلاثة نفسها يبقى 18 و3، ناخد عدد اقل من الخمسة ناخد 4، يبقى 18 و34 من 100 لو قربت هتصبح 18 و3 من 10. ممكن تحط بقى اعداد كتيرة جدا يعني. يعني بدل الاربعة ممكن احط 3، احط 2، احط 1، احط 0. بدل الستة حط 7، 8، 9. اشرح ما يحدث عندما تقرب 9.9999 أربع تسعات إلى أي منزلة؟ عندما نقرب إلى أي منزلة التسعة دي بتصبح 10، يبقى 9.9 عندما تقرب تصبح 10. يتم وضع 0 وتحميل 1 إلى العدد التالي أو المنزلة التالية. يبقى بقى بحط 0 وببدأ أحمل العدد إلى المنزلة الأخرى. ناخد مثال، لو ده مثلا أنا التسعة دي اللي قبله كريم، فالتسعة دي هتصبح 10، يبقى أنا بحط 0 ده وطول ده هتصبح 0، ده هتصبح 10، يبقى 0 ونحمل على ده، ده هتصبح 10، 0 ونحمل على ده، ده هتصبح 10، 0 ونحمل على ده، ده هتصبح 10، 0 ونحمل على ده، تصبح 10، مفيش تحميل، يبقى تنزل، يبقى بيزداد منزلة أخرى أو بيزداد منزلات. ممكن بدل الكتابة دي كلها تقول له إيه؟ تزداد أو يزداد الرقم منزلة جديدة، يزداد الرقم منزلة جديدة. طيب ناخد مثال آخر، بيقول لي اكتب موقفين من واقع الحياة كن تقريب الأعداد فيهما مقبولا. مثل إيه؟ مثل مثلا عدد سكان مدينة أو دولة. مثل مثلا عدد المصلين في الجمعة مثلا، وهكذا. ممكن تكتب عدد الايه، عدد المصلين في الحرم، ممكن تكتب عدد المصلين في المسجد النبوي، دي كلها التقريب فيهما يكون مقبولا. خلاص، يبقى احنا كده بفضل الله انهينا الدرس الاول. اتمنى تكون حليت معايا التمارين وفهمت معايا الدرس، درس بسيط ودرس ممتع ان شاء الله. نحن في اكاديمية قلم للتعليم والتدريب، لدينا منصة تعليمية متكاملة على الانترنت، انا بضع فيها شرح مناهج الرياضيات بطريقة احترافية ورائعة جدا ان شاء الله، باذن الله تعجبكم وتؤدي بكم الى التفوق باذن الله سبحانه وتعالى. تعال، انا بضع على اليوتيوب فيديو شرح الدرس فقط، وانما بضع على المنصة فيديو شرح الدرس وفيديو حل تمارين على الدرس وفيديو حل اختبار منتصف الفصل وفيديو حل اختبار نهاية الفصل وفيديو حل الاختبار التراكمي وفيديوهات حل امتحانات مراجعة على كامل المناهج، بحيث ان شاء الله لو انت حليت معايا التمارين اللي احنا بنحلها دي ان شاء الله تحل الامتحان بكل سهولة وتقفل الدرجة النهائية باذن الله في الامتحان. انا المذكرات اللي بشرح منها هضعها على المنصه، كل درس بيبقى فيه مذكره هتلاقيها موجوده على المنصه، هسيب لك نماذج من المذكره على جروب الفيسبوك وجروب التليجرام، ولو طلبتها في جروب الواتساب ان شاء الله ابعتها لك على جروب الواتساب، ابعت لك نموذج منها. انا بطلع لايف كل اسبوع وكل اسبوعين معكم، بحيث ان انا استمع لاسئلتكم ونحل مجموعه كبيره من الاسئله قبل الامتحانات النصفيه والامتحانات النهائية. الاشتراك في المنصة اشتراك رمزي جدا، وان شاء الله يكون مناسب للجميع. لو اي طالب احتاج حصة او حصتين او 3 او 4 لايف، انا بدخل معاه ميتنج وبشرح له الاجزاء اللي ناقصاه، بحيث ان انا اضعه على الطريق الصحيح ان شاء الله، تكون مجانا باشتراك المنصة فقط. هسيب لك كل التفاصيل المنصة ولينكات المنصة ولينكات الجروبات اسفل الفيديو. اتمنى لكم التوفيق والتفوق، اشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.